السلام عليكم. يعني أتمنى أنه تبقى هذه الإدامة على العمل وتبقى مو بس بالبداية بالافتتاح مالته، أتمنى أنه تستمر هذه تقريبا. مخلين الواجهات كلها مال الإمارات نفس بالمناسبة شارع المتنبي هو منطقة القشلة أو المنطقة الحكومية أو السراي، فهذه المنطقة اللي كانت تأسس منها الحكومات ما قبل يعني قبل أن تكون الحكومة العراقية، من كان العثمانيين موجودين وموجود على اليمين القشلة اللي هي المؤسسة الحكومية ومقابلها المدرسة الرشدية العسكرية اللي كانت، وهذه المنطقة المكاتب هي قبلة المثقفين العراقيين والعرب، وتمتاز بالمكتبات اللي موجودة بيها، مكتبات والمطابع، وبنفس الوقت تم ذكر الأسماء والنهاية هذه مطبعة الأشبار. يذكرنا أنه أكو كان بالخمسينات أستاذنا ربي يعطيه الصحة والعافية كان طالب معهد المعلمين العالي، فمن أجل أن ننظم يعني جانب المادي مالته ويساعد الدراسة مالته، يقول كنت أقعد الفجر وكان أكو فرن صمون حكومي، فهذا فرن الصمون الحكومي يقول فكنت أجي إلى حد إلى حد المنطقة أوزع الصمون وأرجع أداوم بالكلية. وهذه يعني جزء من جمال هذا الشارع. اليوم فارغ يبقى لساعة بالثنتين بالليل مفتوح. ناية الفنان الفطري، السلام عليكم. انتاج مافي السلام عليكم. عليكم السلام. يعني هاي راح من غاد فتحون انتو؟ وصلنا شهر ان شاء الله. راح يعني صار لكم شهر؟ لا قصدي راح تفتحون تستمرون بالليل لانه 7 بقيل 12 ما بعد ال 2003. لا يعني خصوصا المناطق المهمة مثل شارع النهر
وبقية هذا قام يعدون من وراء الظرف الأمني. أي من وراء الظرف الأمني قام بعد ما يفتحون ومشوا على هال. إن شاء الله رشيد رشارك القادم. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا يعني إن شاء الله ترجع. وإن شاء الله إحنا نتمنى المشاريع اللي تصير. إن شاء الله. تصير إدامة إلها يعني إحنا صارت النافورات العفو النافورات اللي سووها انهملت. يعني نافورات كلش حلوة وهذا نتمنى انه المشاريع هي مو بالبناء مالتها بس بالإدامة مالتها المستمرة. نتمنى انها تساعدنا يعني مو لنشمر لو صاحنا ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا حبيبي شكرا شكرا الله يبارك فيك. أنا أسجل من أجل نود أنتظر أحد يجينا ويشوف شارع المتنبي الحلو. أتمنى أنه أوصل لكم الفكرة بجمال هذا الشارع. وحقيقة أنا كتبت عنه في قبل سنوات أنه شارع المتنبي هو رائد مثقف العراقي ونفس انعجب بي صراحة. كان هو رسالة للشعراء والكتاب المصريين أصدقائي بالتواصل الاجتماعي وحقيقة تفاعلوا على الفيس تفاعلوا تفاعل كلش كلش كبير. يعني قول احنا نتمنى انه عندنا هيك تظاهرة جميلة بمصر لانه المكتبات في مصر يعني متفرقة. طبعا تحية الى صديقي اشرف السعد وتحية الى الست ياسمين وتحية إلى صديقي الشاعر غزوان علي ناصر الدكتور غزوان علي ناصر وتحية إلى صديقي الصدوق الشاعر وهاب قرداوي. تحية إلى جميع الأصدقاء والأخوان والكتاب والأخوام الزرفي ورسم اللي يعينوني بكتابة مقالات في مجلة شهربان الإلكترونية. هذا المركز الثقافي البغدادي وهذه القشلة لين باعوا الجمال الطبيعة الفور لين هذا كان المدرسة الرشدية وهذا كان هذا السراي الحكومي اللي هي اسمها القشلة وحاليا مقفلة وإن جولة إن شاء الله قريبة بإذن الله حول هذه المنطقة. هذا التمثال رائع بس المشكلة من هو عبث بأحد الكلمات اللي هي شال الأعمى ما أعرف شنو القصة مالته ويا هذا البيت الشعر شال كلمة الأعمى سارقية هذا تمثال أبو طيب المتنبي واللي رسمه هذا الرحال وهذه منطقة دجلة الجميلة وهذا مرسى المتنبي وهاي 2022
ما واضحه كلش، لانه شو اسمه بعدين هذا جسد الشهداء اسمه مصر العلم بالنسبه للشهداء هذه. تحياتي لكم، شكرا، وان شاء الله الى لقاء جميل وجديد في امان الله.